أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. سب کو سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا. وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ يا شيخ محمود.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها سبحان الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وَنَفْسٍ وَمَا
خلق